هنروح مع حضراتكم الحقيقة دلوقتي من بسمة، نموذج الناجح ما شاء الله والملهم، لنموذج آخر، نموذج ملهم كمان آخر، عم أحمد. عم أحمد هو عامل سيراميك ورخام من أصحاب القدرات الخاصة، ويمكن الظرف ده كان حافز وداعم ليه أنه يكون حد مهم في مهنته. مش كده وبس، كمان مؤسسة حياة كريمة استعانت بيه في بعض أعمالها. أنا اسمي أحمد عبد الغرباوي، ده شهيرتي أحمد الغرباوي. أنا شغال في الصنعة من سن 7 سنين، من تالتة ابتدائي. بقى الوقت فيها حوالي 33 سنة. الإعاقة اللي عندي دي بسبب حياة، وأنا عندي 14 يوم. كان والدي بيرمي يبن، وليه أخ كان أكبر مني، كان أيام زمان كده بحط رند أيادي. فحطها على المخدة فأنا بتهزت وقع. فحصل اللي حصل. أول ما اشتغلت أرضيات بس. فبعد كده كنت بجيب واحد صاحبي يعمل لي حيطان كلام من ده. قلت طب وياه؟ انا اعمل حيطان، عملت حيطان. بعد كده يوسف جت، بقيت اجيب اصحابي، قلت طب انا اجيبهم ايه؟ انا اعمل يوسف. بعد كده عمدان كذلك وجاي. الحمد لله ما فيش حتى يخام، ما فيش حاجه ما بسيبهاش انا بعملها. اي شغل يخام بعمله، احواض، ضيق، وجاي برضه، بس وجاي دول ارض. يا انا الحمد لله انا ربنا كرمني من يوم ما اشتغلت وسمعتي حلوه، يعني الحمد لله الناس بتحبني، عشان مثلا يمكن عشان شغلي، عشان ظروفي، اي هو اعلم، هو حب الناس كده ليه. فانا الحمد لله انا لما باجي اشتغل بفتح في شغلانه واثنين وثلاثه. انت قدامك طريق ايه؟ تمشي كده هتنام، مش هتاكل، هتطلع هتشتغل، هتاكل كف بيتك. بدل ما احتاج حد، لا انا بعتمد على نفسي. وبرده بسبب سمعتي الحمد لله اشتغلت مع في حياه كريمه كان فيها اكثر من 15 مهندس. لو يقصم المهندس رمضان ده بصراحة من الناس اللي تعدى على الصوابع. كان ما كانش يا عم أحمد، كان بيحترمني بصراحة، هو واللي معاه. حتى لو كنت وأنا شغال يقول يوم إيه يا عم أحمد، يعطي أي حاجة. كان المبنى بال 3000 متر كنت بخلصه الحمد لله يعني في 10 أيام. بالنسبة للوظيفة ما كانتش هتنفعني، يعني ما كانتش هتنفعني، لازم أدور على بديل تاني. فالحمد لله كان ربنا كرمني بالشغل. أنا رحت اشتغلت في المستشفى هنا بتاعتنا هنا في السنديه. المهم جيت ابص لقيتني اللي انا باخده، جيت باخده بشرب به شاي وبتاع عصير وحاجات من دي. انا عاوز اي حد عنده اعاقه ايا كان ما يبصش لحد، وما يبصش ان دي تنمر عليه ودي تنمر عليه، هو يبص يعمل والشغل. انا بقيت اشتغل، بقيت احاول ابقى احسن من قدام مني عشان ابقى اني مش اي مني. يعني لما بقى اشتغل في اي حاجه بقيت احاول اطيع احسن من اللي جنبي.